الفنانة الكبيرة أستاذة سلوى محمد علي، احنا يعني هنتوقف عند تجربة لك في عالم سمسم. تجربة مهمة طبعا. يعني انا النهاردة دي تجربة للأطفال بقى، قد أكون مختلفة. مشهورة بسبب عالم سمسم يمكن، أظن يعني لأنه أنا ربيت جيل أو أجيال كمان على إيديا، فالأطفال كبروا وبقوا شباب، فأنا بقيت يعني معروفة عند شباب كتير بسبب عالم سمسم. التجربة احترمت عقلية الطفل ما قبل سن المدرسة. الناس في التجربة دي عملوا ورش مهمة وكتير لعلم نفس الطفل، سيكولوجية الطفل يعني، وإيه اللي ينفع نقدمه وإيه اللي يسلي الطفل، لأنه إحنا هدفنا كان إن إحنا نقدم حاجات مفيدة، بس أي هدف فن هو التسلية في الأساس يعني. فإيه اللي يسليهم، اللي يبسط عينيهم، إيه الألوان اللي بتبهج الطفل وكده. يعني حضرتك راضية عن هذه التجربة؟ راضية جدا، بس غيرانة. وأنا عارفة من غيرانة من التجربة دي، لأن أنا كل مرة أعمل مسرح ألاقي وانا نازله من على خشبه المسرح عامله مسرحيه مهمه جدا يعني، يبقى شكسبير، يبقى سعد الله ونوس، يبقى مولير، يبقى هو ايفر يعني، الاقي الناس جايه يقولوا لي خاله خيريه، فبتضايق جدا يعني. انا موافقه انه يقولوا لي خاله خيريه في الشارع، بس مش وانا مخلصه عرض مسرحي. فقد ايه هي مؤثره للدرجه دي يعني، ده معناه ان كان العمل ناجح ومؤثر. طبعا طبعا. بس يعني او ليه معنى تاني ان انا ما كنتش مؤثره قوي في العرض المسرحي ده لدرجه انهم افتكروني خلال خيريه. اكيد هناخد المعنى الاول حالا. هناخد المعنى الاول طبعا يعني.